رمزي سليماني. اخوي انت تو موجود في ساحه القصبه قدام مقر الحكومه، قرينا الاخبار تو فما حوادث قاعده تصير عندكم. بالضبط شنو قاعد يصير في شارع نحلي بورقيبه يا محمد احمد؟ انا راني غادر تو خاطر اقتحم البوليس بقايا الاعتصام وتم الاعتداء على المعتصمين بنوع جديد وغريب من الغاز. المواجهات تحولت شارع نحلي بورقيبه والشوارع الفرعيه، فما انباء تقول على 3 قتلى، المواجهات عنيفه جدا. الحاكم اقوى من اللي ريته في عهد بن علي بصراحه، القمع بطريقه غريبه جدا. فما مواجهات عنيفه، فما 3 مواطنين موتى موتى 3. انا ذاك حبيت نسالك، 3 قتلى يعني باش ماتوا هذوم؟ شنو بالغاز اذا كان في احد يضربوا البوليسيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. برمزي المعتصمين تو كيفاش؟ شنو مصيرهم؟ المعتصمين تفرقوا في وسط العاصمه. نحن على الاقل فما شكون اللي يروح الصباح، روح لكيران. احنا دعينا من الصباح للمغادره، لان قراءتنا للواقع يا احمد تاكد انه يلزم الناس هذه تلتحق بالجهات، واذا كان فما امكانيه ان يتواصل النضال نتاعها ويلزم تواصل النضال نتاعها، تواصل النضال نتاعها انطلاقا من الجهات مش من العاصمه. بالنسبه لمغادرتنا نحن الصباح الاجزاء السبع الولايات سيدي بوزيد، على الاقل المكناسي منذ البوزيان والرجال والبزونه وبوزيد الولايه، المغادره نتاعنا ما كانتش معناها تسليم بالحكومه الجديده، لا، هي كانت مجرد كما قلت لك قراءه للواقع. يلزم الاعداد هذه تلتحق بالجهات نتاعها وتكمل النظام نتاعها انطلاقا من الاعتصامات امام مقرات السياده في الاجزاء نتاعها.